بين الحين والآخر نهاجم بقوة حتى يخترق الضوء السحب، فيبدو لنا عالمنا من ورائه وميض الحرب، إلا أنه خلف كل مهدة يوجد إنسان. نحن أولئك الناس. أنت عدني أنك ستعيدني سالما. بالتأكيد. هيا، ربما تجدين نفسك وحيدة، تعلمين ذلك. لن يمكنكم تعطيل تقدم الآلات. وإن تذكر التاريخ واحدا في الألف منا فقط، فسيمتلئ المستقبل بقصص عنا وعما فعلنا. ولكن إلى أن يأتي ذلك اليوم سوف نصمد، سنواجه الموت بشجاعة، وسوف نقاتل. أنا رجل محظوظ ويجب أن أعثر على ثروتي. نابو غانيش، اعتقد المؤرخون أنه رمز للقوة وللهيمنة، لكن ليبرتاليا الأرض الأسطورية المفقودة منذ وقت طويل، أكبر كنز قراصنة في التاريخ في متناول أيدينا. تولى القيادة. ماذا؟ هل أصبت بالجنون؟ بالغالب. تبا تبا تبت. خلف ترجحك الكبير هذا، فأنت مجرد ولد حزين يملأه وهم، وهم العظمة. سوف تخاطران، ومن أجل ماذا؟ فلننهي هذا. منذ متى ونحن نبحث؟ ها؟ أنت وأنا. أظنني أشتم رائحة شواء. يبدو أن لدي عمل أنجزه. وهذا رائع. واو، شكراً على تحقيق. مرحبا. من أنت ثانية؟ سبايرو. يبدو أنني مررت بعاصفة. هذا ينبئ بوقوع الكارثة. كراش. أثول، كريستالات، جواهر، أقنعة. وهذا يعني أنني سأضطر إلى قتلك. أعداؤنا يتقدمون نحونا بالفعل، ونحن سوف ننتصر. الكثيرون ماتوا هنا، مذبحة.
من يفعل شيئا كهذا؟ يجب أن أعرف من كان القتلة. علينا الدعاء للملهمة. صلوات لا يمكن أن تعيد من فقدنا. حان الوقت ليدفع القتلة ثمن ما فعلوه. عليك مغادرة الأرض المقدسة. حيث الآثار؟ أذهب. إيلوي من نورا، ماذا أتى بك إلى مريديان؟ تهديد. أعلم من هجم نورا. قوات الكسوف ينقبون عن أسلحة. يشقشق فجر جديد في الأفق. فقد انتهت أعوام ظلامنا. ماذا يفعل لهم؟ إنه يتحكم. الفساد صادر منها مثل الدخان. قطعت مسافة طويلة من القلعة يا إيلوي. من أنت؟ طرف مهتم. محاربون إلى جانب إيلوي الآن. هذا مآل الأمر. إذن ما هذا؟ النهاية أو البداية عموما. يوجد الكثير لاكتشافه قبل انتهاء العالم.